بعد تألقه الكبير أمام المنتخب الأرجنتيني، فرض مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي نفسه واحداً من النجوم الصاعدة بقوة في عالم كرة القدم، وهو ما دفع الجميع لمعرفة المزيد عن الجوهرة السمراء الجديدة، وهو ما يكشفه جان فرانسوا سوني مدير الكرة في نادي اي اس بوندي. عملت مع والده لمدة 25 عاما، كانوا يسكنون خلف الملعب مباشرة، لذلك كان بالفعل داخل الملعب بكرته عندما كان في الرابعة من عمره. حصل على أول بطاقة رسمية للعب الكرة في سن السادسة أو السابعة. أنا وجميع المدربين وجدنا على الفور أن هناك شيئا مميزا في مبابي. بعد خروج المنتخبات الإفريقية من دور المجموعات، التف الأفارقة حول المنتخب الفرنسي وأطلقوا عليه سادس المنتخبات الإفريقية بالمونديال، حيث ينتمي للفريق 9 لاعبين ولدوا في القارة السمراء أو ترجع أصولهم إليها. إمبابي من ضمن أولئك 9، حيث يعود أصل والده إلى الكاميرون ووالدته إلى الجزائر. ضاحية بوندي التي تقع في العاصمة الفرنسية باريس معروفة بارتفاع معدل البطالة وتنوع أصول قاطنيها، حيث ثلث ساكني بوندي قد ولدوا خارج فرنسا، منهم والدي إمبابي. علمت أنه سيكون لاعبا محترفا، لم أشك للحظة أنه يمتلك المهارة التي تؤهله للعب باسم فرنسا، وما هو مثير حقا السرعة التي يمتلكها. ضواحي باريس الفقيرة تعد منطقة لصيد المواهب للفرق الكبيرة، ففي بوندي كشاف مواهب فرق الدرجة الأولى للدوري الفرنسي، وحتى كشاف مواهب فرق الدوري الإنجليزي يتواجدون هناك في معظم عطلات نهاية الأسبوع بحثاً على مواهب جديدة. أما إمبابي فقد بات لاعباً محترفاً رسمياً في 16 عندما انضم إلى صفوف موناكو، والمدهش أنه لا يزال في 19 الآن.